السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعرف على تفاصيل مباراة النادي الأهلي القادمة أمام أسوان. فيديو جديد وأخبار جديدة، لكن قبل التفاصيل ياريت دعمكم بالاشتراك في القناة ودعم الفيديو بلايك. تقام مباراة النادي الأهلي القادمة أمام أسوان الخميس القادم 29 يوليو 2021 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة على ملعب بيترو سبورت، ويتم نقل المباراة عبر شاشة اون تايم سبورت. التشكيل المتوقع للنادي الأهلي: في حراسة المرمى علي لطفي، وفي الدفاع من اليمين إلى الشمال رامي ربيعة، بدر بنون، أيمن أشرف، علي معلول، وفي خط الوسط عمرو السلية وديانج، وفي الهجوم حسين الشحات وانجرايت، محمود كهربا وانجليف، أفشة صانع ألعاب محمد شريف في الهجوم.